اسمي رومي عبد الوهاب، فاعل جمعوي وأستاذ بالثانوي التأهيلي. أقول بأن كثير من المواد في الدستور المغربي الجديد تنص على أن التنمية المحلية لأي منطقة رهينة بالقرار المتخذ في المجلس الجهوي، ولذا علينا أن نقترب من مجلس القرار بمساندتنا للائحة الجهوية للتجمع الوطني الأحرار وعلى رأسها الأستاذ عبد القادر سلماء، لما يتصف به من المؤهلات، مؤهلات تتجلى في وضعيته وفي تجربته وما ركمه في التسيير الإداري، ولذا علينا أن نسانده ليقترب من هذا المجلس ويترأسه خدمة للتنمية المحلية لمنطقتنا، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد بوحجر، فاعل جمعوي نقابي. نهارا إجن الشغر الجديد تغن بدأت نخدم خلجيها هذه شحال، واني ويضان العاصمة النظر كعاصمة عاصمة الجهة، نقرر مجموعة الفاعلين الجمعويين أنه يا غزات، بمعنى أننا نتركز حدانك إجن الإقليم الناظور نغلج مجموعة يغيرين مسيرين دي الجهة، خل المبدأ هو اختوجه هو نسمونا الرأينا ونخضع نعزر نوفى أن سيد سالم عبقادة هو الرجل الصالح، الرجل المناسب للمكان المناسب. لماذا؟ للتجربة الكبيرة غاصدي دي الميدان الذي البلدية والذي الكبرلماني ولا نوفى يكسب تجربة سياسية لا بأس بها يبوي إذا تنستغل ذي الجهة فانت اياديث جمشان وارخو انت اياديث وندعميث حندا ضياو ان شاء الله غالجيها حندا وانتيري أداة نخدم ربدا خل الأقاليم النغنيط خص نهارا الإقليم النغ أضياوض ورانتا أذي يكسب زي المعرفة يا ذي المستوى يا السياسيين السيدة إذن شي نتتزاو مرة ندعم سي عبد القادر سلامة هذه الجهة هذه إن شاء الله هذه تفر الرئاسة حنا نستافد الإقليم النغ يستافد سوى الطاس. والسلام عليكم. شكرا سي عبد القادر زي فرخانة هذه الجمعية وتتا زين دوكارينو زي وداني غاري مرة ميسن هذوك الشيء تعاونا سي عبد القادر سلامة بوك يجي بنادم مصلح الشعب غادي انت وراه غادي ينفع مصلح الشعب. بسم الله الرحمن الرحيم. الداودي نور الدين، رئيس لجمعية المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975. الناس ديال المطرودين من الجزائر والناس ديال الإخوة اللي مساندينهم، وكنطلب على الجهة وبالأخص مدينة الناظور اللي نستقر فيها، كنطلبهم أن يعاونوا الحزب ديال الأحرار من الرمز الحمامة السيد عبد القادر سلامة اللي كان عاش اللحظة ديال 1975، عاش الهموم ديال الناس ديال المطرودين اللي طردوا من الجزائر، ولكن كنطلب منهم الفئة يساندوه بقوة، يكون عندهم واحد المساندة في هاد ديال الجهة، والجهة دابا هي اللي غادي تعطينا واحد الصدى. لماذا؟ هاد الصدى بحال اللي احنا عندنا عدة ملفات على ما أزيد من 2500 ملف اللي راها عندي في المكتب، وإن شاء الله غادي نحطها ما بين إلى طلع المجلس الجهوي، غادي تكون هاد الملفات هو اللي غادي يكون مؤهل منها، هو اللي غادي يكون اللي غادي يحل المشاكل ديالها. أما دابا هذه سنوات وأنا الملف حطيته في أيادي أخرى، ولكن لم يعني ما داروا حتى شي حاجة، لا اللي كانوا في الحكومة السابقة ولا في هذه الحالة الحكومة، يعني بدون جدوى. وأنا كان طالب سي عبد القادر سلامة أن هذه الأمانة اللي مشت عليها تقريبا 40 سنة اللي غادي نوضعها له ما بين يديه، ونطلب الله التوفيق. السلام عليكم. محمد الوسطي السكينة وزغنغان. بلا ماذا فضي التفاصيل الجهة وتخصيصات الجهة والاعتبارات موضوعية وعملية، بعد ما استعرض وكلاء اللوائح يتقت من ذا الإقليم وبحكم وإجن تجربة بسيطة ذي السياسة كذا،
يريد ربي واعتقد انه الشخص المناسب للمرحله يا جديد لتسيير الشان المحلي او الجهوي هو السي عبد القادر سلامه. بلا ما ذومني السي عبد القادر سلامه معروف السجن التجربه تمقرات تينا هذه الاسباب اذا جينا ذومني انا عاون السي عبد القادر سلامه كاش الشخص السي عبد القادر سلامه باش نزين غير على الجهه لان هو سم محبوب وذا نغنيت قرر باش انا نغ لان اجت تجربه فعدو ديال الجهه بشكل نسا قديم صحاب ناضتو غادي ندير بهم ممثلين والخوت تاع دي الساكنه وزغلغال وجميع المواطنين الاقليم الصوت الخسي عبد القادر سلامه باش الزين غير راح غزات وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. الاسم الاستاذ علي مسعودي رئيس المكتب الجهوي لجمعية الماء والطاقة للجامع بالجهة الشرقية. إذا بصفتي كمواطن أدعو جميع الإخوان والزملاء ديالي في الجمعية والزملاء ديالي اللي عندي معاهم علاقة باش إن شاء الله بغينا نختاروا واحد الإنسان مناسب لمكان مناسب وخاصة في الجهة. انه الاستاذ الكبير والمناضل اللي عنده تجربه واسعه على مستوى المحلي وعلى المستوى الجهوي وعنده خبره في هذا اللي غادي يوصل الصوت ديالنا واللي غادي يدافع على الساكنه ديال الناظور في الجهه. انه الاستاذ الكبير نحترمه جميعا هو عبد القادر سلامه. اذا ادعو كل شخص اعرفه عندي مع له عندي مع قرابه او زميل في المهنه او في الجمعيه اللي كنتعاملوا معاهم نطالبوهم باش يعاونوا ويساندوا هذا الشخص اللي قلت لكم هو الاستاذ عبد القادر سلامه. لان من خلال البرنامج اللي شفناه وطلعنا عليه انه كنشوفه هو الانسان الوحيد اللي يمكن غادي نمدوا ليه الصوت ديالنا وغادي نسانده ان شاء الله. واكيد ان شاء الله غادي يشرفنا في الجهه ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. وشكرا لكم جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على النبي الامين. عبد السميع الورودي بصفتي ممثلا لجمعيه الافاق للتنميه والتضامن لحي العرين الشيخ وحي ولاد ابراهيم. نمشي نسمع الاخوان ان غنغجل الموعد نقرا نهار الجمعه 14 تنبير يتجلى ذي نمشي نسمع مره ان مقبلون التصويت لاول مره للتاريخ المغربي لاثنين لوائح، اللوائح المحليه واللوائح الجهويه. طبعا نش بصفتي نش ممثل للجمعيه ونادي واطلب من ساكنه مدينه النهضه من جميع المواطنين بالتصويت على لائحه الجهويه رمز الحمامه جواكل اللائحه النس يجن الشخصيه مرموقه يجن الشخصيه معروفه س الكرم الناس س جيبان طبقرانت يجن رجل يعني يجن استاذ اعطى ولا يزال لجميع المجالات والجهات السياسيه وها يشهد الثقافه ذي الرياضه ذي البيئه. طبعا يجن حصيله طبقرانت يعني تشرفنا نشن كمواطنين كطاوى النظا باش ندعم اللائحه نسعى القضاء سلامه بما يمثل من النير بما يتمتع به من يعني من اخلاق عاليه والحمد لله يعني ويعني والترجم بوذا ماذا من خص عبد القادر نسعى القضاء غني عن التعريف النظار ولدي اقليم النظار ولا على الصعيد الوطني. شكرا. رشيد السقاري الرئيس التعاونيه الفلاحيه لجماعه بني سيدي الجبل ضرو عضو ديال الجمعيات محليه واقليميه وجهويه تاغزي الساكنه من النظوى ذي العائلين مره السلطان الاستاذ عبد القادر سلامه وكيل اللائحه الجهويه. لان الاستاذ نسنيف غاس التجارب ذي الميدان وذا قديم ذي الميدان السياسه غاس الخبره ونهار الجهويه تدعونا باش اذيري الرجل المناسب ذي المكان المناسب لان المغرب مقدم على اطار الجهويه لاول مره خصنا نغيو ذاني غيرين غاس التجربه واتيس نشيو ذانا مني وزيد طاف
عدد رمضان عادي جن 6 سنين دقيناه يودان نستني في مصنع الرصيد ونهارا نستن باللي لا إقليم نظر توران عبد القادر سلامة ذا قديم ذي منايا ويني ذي دنخال يتشحن النغني الألوان سن مختلفة واستقر نورخ يجن حاج انت السيد سقوامين سن سقوامين بذن عقر نشين ذي الوالدين نغب اللي السيد سلامة ذي قمشان لا يتغير يدفع خل مواقف ذي الإقليم جهويا ووطنيا إذا انت الزيو من مرة باش نهانا بعشو تنبير تصوت مخرمز الحمامة ذي كثافة باش غنغير إنسان مناسب ذي المكان مناسب الجهوية يغدا نتصرع سمسريين يدان تنموية لإقليم ولا للجماعة المحلية ونتشكارك نوتصل.